يكذب عليك الكذاب اللي غادي يقول لك غادي نقدروا نحدوا من هذه الهجره هذه بطريقه يعني نهائيه، ما يمكنش، لان هذا النقص هذا هو معضله عالميه، العالم كله كيشهد هذا النقص في الموارد البشريه ديال القطاع ديال الصحه، ولهذا كاين فيها تجاذبات وتقاطبات ما بين جميع الدول. هو استراليا بغات تاخذ، المانيا بغات تاخذ، المغرب تا هو خصو كذلك ياخذ. اذا باش يمكننا نمشيو في هذا الاتجاه، كانت عندنا واحد القانون اللي 131/13 اللي تغيروا تحيدوا منه العراقيل 33/21 باش نخولوا الجميع الكفاءات الاجنبيه يمكن لها تخدم في المغرب الحمد لله. واليوم نقدر نقول لك بان كاين عندنا 453 اجنبي كيخدم في القطاع ديال الصحه في المغرب، في القطاع الخاص ماشي القطاع العمومي، انما القطاع العمومي خصو واحد التحفيز باش يكون عنده واحد النظام كذلك محفز بحال البلاد اللي كيخدم فيها. ولهذا الوظيفه الصحيه غادي تجيب هذه الاجوبه على هذه التساؤلات، غادي يكونوا يمكن يكون واحد النظام اللي محفز باش يمكن لهم. حنا النقص راه معروف، ما غاديش نعاود نكرروا شحال 32000 طبيب و65000 ممرض، ولكن خصنا نديروا نعملوه كذلك باش نجيبوهم حتى حنايا من الخارج. وهذا كذلك كان الدوله والحكومه غادي تعمل كذلك على التوامات مع بلدان اخرى باش يمكن لها تستقطب. وكاين الناس اللي باغيين يجيو يخدموا في المغرب، كيف كاين المغاربه اللي كيبغيو يمشيو يخدموا في البلدان الاجنبيه، كاين وحده اخرى اللي كيعتبروا المغرب بانه للدورادو خصنا نجيو نخدموا فيه، ولكن خصنا نوفروا لهم الظروف وحنا خدامين في هذه المساله هذه. شكرا لكم. شكرا.